تنظم جمعية رياض الطرب للموسيقى والسماع الصوفي مهرجان ميازين في دورته الأولى يومي 5 و 6 أكتوبر 2018 بمشاركة جوق الحاج عبد الكريم الرئيس للموسيقى الأندلسية برئاسة الفنان محمد بريول، جوق جمعية رياض الطرب للموسيقى والسماع الصوفي برئاسة الفنان سعيد بالقاضي، مجموعة جناوة إكسبريس برئاسة المعلم عبد المجيد الدمناتي، مجموعة النخبة الوطنية للمديح والسماع برئاسة الأستاذ علي الرباحي. يقام المهرجان بقاعة ابن بطوطة بقصر البلدية بطنجة. للاستفسار المرجو الاتصال على الأرقام التالية